جدي المقتول على يد العاملة البنية الجنسية، كان وقتها عمره 3 سنين. لما صارت الحادثة وصار الوفاة، طبعا أنا لقيته في السيارة مرمي. تفاصيل القصة صراحة مرة مؤلمة. طبعا أنا اللي غسلت ولدي، أبوه عبد العزيز ما قدر صراحة أن اكتفى بس بالسلام عليه، فأنا اللي غسلت طفلي وكفنته. بس قبل ما أغطي وجهه خميتها كذا آخر خمة، وكانت حضن قوي مرة ما أقدر أنساه، لدرجة أني أتذكر حتى ريحته دخلت شرايين قلبي. فسلمت عليه وقعدت أبوسه. آخر شيء ناظرته كذا وأنا أمسك وجهه، قلت الوعد بالجنة يا ولدي. لكن أبغى أقول لكم على شغلة واحدة، اللي هو سبب تسمية الكتاب الوعد بالجنة يا ولدي. طبعا أنا لما جبت العاملة هذه وأنا ذاكرة هذا الشيء في الكتاب، مو على أساس أنه أنا أحتاج عاملة فعليا، لكن أنا عبد الرحمن الله يجمعني فيه صار عنده ردة فعل لما أنا حملت في ولدي الأخير اللي هو نواف، صار عنده ردة فعل أنه عبد الرحمن نافر مني. فلما نفر مني اضطريت أني أنا أجيب واحدة، بحيث أنه أنا كمان مريضة سكر، فالموضوع السكر مع الحمل كان مرة يتعبني. أنا في كل ولاداتي وفي كل حملي كله كنت أتعب، فأنا كنت أتنوم كثير ولازم أحد يقعد مع الأطفال أطفالي. فهذا سبب رئيسي إلى تواجد العاملة في المنزل. هي قتلتها بسبب حبها الشديد له. كانت تقول لي إن أنا أبغى أخذ معاي دحوم الفلبين من باب مزح يعني. فأنا كنت أقول لها، رد عليها إنه كيف تأخذيني، أنا ما جبتها من البقالة. طبعا هو ترتيبه بين أخوانه الثالث من 4، هو قبل الأخير. كنا طالعين رايحين عند أهلي، وسبحان الله كان الوداع الأخير بالنسبة لهم مع عبد الرحمن. كان الوداع الأخير يعتبر، لأن أبوي وأمي منفصلين. فأنا أول شيء مريت أمي ورحنا أفطرنا وصورنا سبحان الله، وبعدين خلص من أمي توجهت البيت أبوي وسلمنا عليه وكذا، وأنه من باب أنه بس أنه سبحان الله أنه سلام طبيعي. لكن للأسف كان في الحقيقة الوداع الأخير لعبد الرحمن. الحمد لله شافه أفضل حالاته، الله يجمعني فيه إن شاء الله ولادي في الجنة فعلا.